السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في دورة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها باستخدام كتاب العربية بين يديك. معكم سارة العشري، حاصلة على بكالوريوس تربية لغة عربية من جامعة كفر الشيخ، حاصلة على شهادة دبلوم مهني في تخطيط وتطوير المناهج، طالبة في مرحلة تمهيد ماجستير قسم طرق تدريس اللغة العربية. أعمل في مجال تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية منذ عام 2021. حضرت دورات كثيرة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وفي التصميم وفي البرمجة. التعريف بالدورة: في هذه الدورة إن شاء الله سنتعرف على مجال تعليم الأعاجم، البرامج المستخدمة في التعليم أونلاين، كيف تكون الحصص، وسنتعرف على شرح لمستويات كتاب العربية بين يديك بأفضل طريقة. الفئة المستهدفة في هذه الدورة هم معلمو اللغة العربية للأعاجم أونلاين أو الراغبون في دخول هذا المجال. في نهاية هذه الدورة سيكون المعلم قادراً على إدارة الحصة واستخدام البرامج في التعليم أونلاين، وسيكون المعلم قادراً على الشرح من كتاب العربية بين يديك. الهدف من هذا المقطع هو الترويج والتسويق لهذه الدورة واستقطاب أكبر عدد من المهتمين بهذا المجال للتسجيل في هذه المادة. نتمنى لكم رحلة تعليمية مفيدة ونافعة، وشكرا جزيلا.